النجمه داليا البحيري منورانا النهارده في وشيا تيكي، مسلسل في رمضان مهم قوي، ثنائيه مع هاني رمزي اتكررت كتير بس المره دي مختلفه شويه. ايه المختلف فيها؟ المختلف ان هاني بيمثل مش كوميدي، المسلسل مش كوميدي، ده الجديد، وان انا بلتقي لاول مره في دراما تلفزيونيه مع هاني. احنا عاده كنا يعني كان مسرح، وكان قبلها بقى محامي خلع من زمان قوي، والتقينا في حلقه يمكن في مسلسل، كنا ضيوف شرف، بس هو ده اللي انا عملته مع هاني. يعني كان حاسس في قلق شويه ان اللي انتوا اول مره ما تبقاش كوميدي، يعني الناس واخده عليكم في ده؟ لا انا ما قلقتش لثانيه واحده، لان هاني انا شفته بيمثل بجد في مسلسل متهيألي الاختيار، وفي مسلسل تاني برضو كان طالع في دور جد. انا انبهرت بدون كان طالع زو. انا انبهرت بادائه، قلت له ايه ده، قلت له انت لازم تعمل حاجه كده، يعني لازم تبعد عن الكوميدي شويه وتعمل حاجه بجد. هو هاني اللي مرعوب، يعني الحقيقه ان هاني شايل هم جدا، بس انا واثقه انه هيعمل حاجه حلوه جدا، لان انا واحنا بنصور انا بتفرج على هاني، يعني انا بقول له هاني انا واقفه بتفرج عليك، قال لي انا كمان بتفرج عليكي، يعني فان شاء الله يعمل حاجه تبقى عند حسن ظن الناس. بنتك بقى ليها معجبين، بقيت بشوفهم على السوشيال ميديا كده، وناس بتتقدم لها، بتغيري ولا ايه، ولا بتجمعي الطلبات ولا لا؟ بابا فرحانه بيها طبعا، ربنا يحميها ويحمي كل الولاد. اكيد الواحد لما بيشوف ولاده بيكبروا بيبقى مبسوط. يعني تحس انها كبرتك ولا لا؟ لا خالص، ما لا خالص. ممكن بقى نشوفها بتمثل معاكي او حاجه؟ هي مثلت معايا فعلا في يوميات زوجه مفروسه، طلعت حفيدتي، بس ما بعد ما كبرت والله ليه لا، لو في حاجه تناسبها وهي حابه اوكي. بس لا، ساعات جالها حاجه قريب على فكره كاستنج، وهي تقولي لا 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 مش عايزه، اقول لها يا بنتي طب جربي، لا لا لا، وبعد ما خلاص قالت لي طب والله ممكن، قلت لها خلاص فات الميعاد، يعني بتفوق فجاه كده يعني.